اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب باثنين من النجوم الكبار للنادي الاهلي، النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. يا كابتن اسامه، مشرف ومنور وسعداء جدا بوجودك، والف مبروك. الله يبارك فيك يا اسلام، و يعني سعداء بالبطوله الكبيره ديت، انجاز كبير يضاف لانجازات النادي الاهلي. فشكرا لمجلس اداره النادي الاهلي، شكرا للجهاز الفني واللاعبين وكل المنظومه اللي اشتغلت في اجهزه بقى طبيه واداريه وعمال وكل الناس. أيوة. وطبعا مبروك لجماهير النادي الاهلي ولجماهير مصر كمان كلها، لانه بطوله زي ديت مهمه جدا للنادي الاهلي ومهمه ايضا للكره المصريه. انت برضو بيتقال النادي الاهلي المصري، وكمان افريقيا انت ممثل القاره الافريقيه، فكونك تاخد المركز الثالث وسط الانديه ديت فانجاز كبير كمان للكره الافريقيه. فالحمد لله، وان شاء الله مزيد من الانجازات يعني ان شاء الله. ايضا النجم الكبير كابتن عمرو الحديد. يا كابتن عمرو اهلا بيك، مشرف ومنور وسعداء جدا بوجودك معانا، والف مبروك ايضا لحصول النادي الاهلي على برونزيه كاس العالم للانديه. ربنا يخليك كابتن اسلام، الف مبروك للنادي الاهلي والف مبروك للكره المصريه بصفه عامه وجماهير النادي الاهلي بصفه خاصه، والجماهير اللي كانت هناك اللي رجعت الروح تاني، ان الكوره اللي عملت روح للبطوله اللي حلت البطوله كلها. والف مبروك للميداليه وللنادي الاهلي ديت اللي هو محتاجها في الفتره دي لتكميل المسيره الافريقيه والباقي من حصد البطولات باذن الله ان شاء الله. كابتن اسامه، في نجوم كتيره جدا تالقت في النادي الاهلي، من وجهه نظرك انا عارف ان هتقول كله، ولكن لا ما اكيد اتفضل لا كمل. انا عارف يعني انت انا عارف ان احنا هنقسمهم بالفعل، كلهم أدوا دور مهم جدا، ولكن مين اللي تحس ان هم افضل اللاعبين مثلا؟ زي ما انت قلت، لازم هقول كل الناس ادت بشكل كويس قوي، وبالذات في المباراه الاخيره عدد المجيدين فيها كان اكتر من اي مباراه اخرى، يعني اكتر من مباراه بايرن واكتر من مباراه الدحيل القطري. كانت اللعيبه فايقه جدا، ادت بشكل كويس قوي معظم اللعيبه. شخصية النادي الأهلي كمان بانت مع بطل البرازيل وبطل أمريكا الجنوبية. ده فريق ضعيف يعني. لا ما هو بص، النغمة ديت كل ما تكسب حد، احنا كده هنجيب بقى فرق من كوكب تاني، هنجيب بقى من المريخ ولا من المشتري بقى ولا الحاجات دي. ما هو مفيش غير كده يعني، انت بتكلم بطل أمريكا الجنوبية، بطل البرازيل أولا، والبرازيل حدث ولا حرج طبعا، حدث ولا حرج. وبعدين كمان بطل القاره كلها يعني. هو كسبان صحيح سانتوس برازيلي برضو، في لعبوا في النهائي الليبرتادوريس انديه امريكا الجنوبيه، لكن القاره كلها يعني، انديه ارجنتين وفنزويلا وكولومبيا وكل الكره اللاتينيه يعني. فانجاز طبعا كبير، فكل اللعيبه ادت بشكل عالي جدا، ولكن في زي ما انت قلت ناس كانوا يعني التميز اكتر شويه، وفي ناس لعبت الثلاث ماتشات. فانا بشكرهم كمان على الجهد الغير عادي اللي بذلوه من خميس الاثنين لخميس، يعني 8 4 و8 و11، يعني ضغط عالي جدا في ثلاث ماتشات. مستويات عاليه طبعا. انت حتى في التدريب يا اسلام بتيجي تقول في حمل متوسط وحمل عالي وحمل اقصى، يعني ده احنا بقى يعني، فدي الماتشات دي تعتبر مش اقصى بقى، كمان فوق الاقصى كمان. انت بتلعب بايرن ميونخ، بتلعب بطل البرازيل بالميراس، ولاعب قبلها الدحيل القطري في وقت ضيق. فكون اللعيبه لغايه اخر دقيقه في اخر ماتش بتادي بالقوه البدنيه ديت وبالتنظيم دوت، فده انجاز يحسب له. بالنسبه بقى اللعيبه المميزه قوي، طبعا اول واحد محمد الشناوي. ايوه يعني ما فيش شك ان هو عامل مؤثر جدا جدا جدا، ومش في البطوله دي بس، في معظم ماتشات النادي الاهلي سواء افريقيا او في الدوري العام او مع المنتخب المصري. نعم. مستواه ثابت على طول، وكان مؤثر جدا في البطوله. تاني حاجه، في ثلاثه مميزين جدا في خط الظهر يعني ادوا بشكل كويس قوي. ايمن اشرف ادى مستوى هايل في البطوله دي، يعني بروح قتالية غير طبيعية، تغطيات هايلة، توقيتات في سواء كان بيلعب مساك أو زي ما لعب في الباك ليفت في الماتش الأخير، حتى تشفق عليه أحيانا، ممكن في كور بيخش فيها تقول ده هيتصاب يعني رجله، لا قدر الله يحصل حاجة.
بدر بانون اللي هو يعتبر إضافة قوية جدا لخط ظهر النادي الأهلي، وإدى ثقة غير عادية للخط كله، هدوء، ثقة، بناء هجمة، تغطية كويسة، توقيتات ممتازة. يعني في كورة امبارح عملها اللي البرازيل طبعا، لان دي ممكن يا اما هتعمل ضرب الجزاء او يعني هتخبط فيه او هيعديك، هو علا وحط رجله، غير طبعا بناء الهجمات والثقه اللي مديها للخط كله. محمد هاني تفوق على نفسه جدا جدا جدا. مزبوط. محمد هاني ابتدى المباراه الاولى، كان راجع من اصابه وادى بشكل كويس، وبعدين ماتش بايرن ميونخ عالي جدا، وماتش امبارح ممتاز. فيعني طبعا امبارح برضو ياسر ابراهيم قدم مباراه هايله، بس انا بتكلم على اللي لعبوا الثلاث ماتشات، فدولت كانوا مميزين جدا جدا في كان لهم دور كبير جدا في قوي في البطوله كلها، في البطوله مزبوط. كلها طبعا بعد كده في حمدي فتحي كان ممتاز. كل بقى اللعيبه الباقيين قدوا، حتى والسوليه طبعا دور كبير، وواليا امبارح هايل، السوليه، اكرم توفيق امبارح هايل، حتى اللي لعب وقت قليل زي اجايب بقى له فتره نزل قد، لكن احنا لكن يعني كل الناس، طاهر، محمد طاهر مش عايز انساه، يعني كل الناس، انا مش عايز انسى حد، لكن انا بتكلم على ان دول كان، لان كان علينا الضغط كبير شويه، فدفاعيا كان لازم يبان والشناوي طبعا. لا، ما انا بقول لك كانوا مميزين جدا في ادائهم، سواء الدفاعي او حتى لما كانوا بيطلعوا لما كانوا بيطلعوا للامام للمسانده، يعني هاني كانوا كويسين. طبعا فهم دول اكتر ناس من وجهه نظري، مع طبعا بقيه التيم كله يعني. ايوه كابتن عمرو، بالرغم من غياب ثلاثي هام جدا، علي معلول، حسين الشحات، كهربا في مباراه امس، ولكن زي ما كابتن اسامه بيقول ان احنا عملنا مباراه رائعه، كيف استطاع النادي الاهلي ان هو يعمل هذه التوليفه يعني في ظل غياب ثلاث عناصر مهمه جدا؟ مليون في المية اسلام، بيبقى كل مدير فني عنده سيناريوهات بتدور في دماغه. ايوه لازم يحصل اي موقف. انت امبارح وانت في المباراه والتر بوريا اتصاب، 90% عندك ما هو بديل. ايوه احنا اول ما اتصاب علي معلول في الدقيقه 28 كل الناس توقعت ايمن ياسر، وياسر عمل، بالمناسبه عايز اعرف رايك في ياسر برضه. هي دي بقى دي اصعب حاجه، يمكن كنت بتناقش انا والكابتن اسامه، السرد باك في المكان ده وبقاله فتره ما بيلعبش وبياخد وبيأدي، دي صعبه قوي، حاجه رائعه بصراحه، صعبه. وايمن انت بقالي فتره طويله بلعب سرد باك، وبعدين طرفتني في مكان انت مطلوب منك ان الشغل كله بتاع النادي الاهلي كان من جهه الباك ليفت، من جهه علي معلول، صح. الاداء بقى بالشكل ده، في ناس سيناريوهات تانية قالت لك محمد هاني هيخش وهيطرف حسين الشحات، قصه كده وفيلم بالظبط كده من هنا ومن لا هنا. خلاص انت طلع من عندك ثلاثه، كان عنده الثلاث اماكن سد الثغرات على طول، كل الناس قالت ديانج، هو حط اكرم توفيق 75 دقيقه بيأدي اداء قتالي هايل. بدر ثقته، بتناقش مع الكابتن اسامه حته ثباته واسلوبه وتحضيره وعدم الرهبه، دي بتنطبع على خط اللي بجوار، يعني لما بيكون اللي جنبي وانت صدر عارفين، لما بتيجي تبقى عندك الثقه انك بتنقل بتوصلها لنا كمان، صح. بدر، ياسر، ما بيطلعش اشرف، هاني، صح، لدرجه ان الاخطاء لو انت شفتها البسيطه بقت للمباراه اللي بعدها شيء مكتمل غير موجوده، بقى في لغه الحوار ما بينهم. طول عمر الماتشات اللي زي دي والبطولات اللي زي دي بيبقى خط الظهر والحارس هم اكتر ناس، والديفندرات طبعا اكتر ناس عليهم العبء الكبير. خلي الشناوي في حته تانية، مش هنختلف عليه، كل الناس هتأيد الكلام دوت. خلي الناس اللي جوه، اللي هاني زي ما كابتن اسامه قال، وبدر وايمن وياسر وحمدي والسوليه، الموضوع صعب 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 صعب. ايوه انت محمد هاني طالع من مباراه بايرن ميونخ من باك ليفت مش طبيعي، باك ليفت عصري، بس ده باك ليفت وجناح، وجناح اتغير تاني، وبسم الله ما شاء الله قادر، وكان في المباراه اللي بعدها بيزيد وبيعمل كيمياء ما بينه وما بين طاهر. اعتقد ان المجموعه بتاعت خط الظهر وحارس المرمى كانوا هم اكثر تميز من الباقي، مش كتقليلا من قيمتهم، لا، هنديها درجات. صح. طيب كابتن اسامه، خليني برضو اسالك، عايز اعرف تقييمك لخط الوسط. الناس كلها بتتكلم على خط الدفاع،
تقييم حضرتك بقى الخط الوسط ايه؟ الخط الوسط ادى بشكل كويس قوي، ولكن في كان في تباين في الاداء احيانا. يعني مثلا المباراه الاولى الشوط الاولاني كنا بنأديه بشكل كويس، وغالبا خط الوسط هو اللي بيسيطر على وسط الملعب، بيسيطر على بيدي ايقاع للاداء الفرقه كله، لانه هو رابط بين الخط الظهر والخط الامامي. فحمدي، عمرو السليه، قفشه، طبعا كان عطار في حسين الشحات وطاهر، وكان في الامام الماتش الاولاني كان بواليا، والماتش الثاني كان كهربا. فخط الوسط ادى بشكل كويس. يمكن الشوط الثاني في مباراه الدحيل، الشوط الاولاني عملوا استحواذ هايل، وتقريبا كانت الاستحواذ يعدي 70% في مباراه الدحيل الشوط الاول. صح، انت مسام 70-30، وكانت السيطره كويسه قوي، التمرير هايل، المسانده الهجوميه هايله. ولكن يمكن الشوط الثاني شويه، يمكن خوف على الهدف، كان في غير التراجع، كان في عدم ضغط شويه على المنافسين. يعني كنا بنتكتل بس كان في شويه من غير ضغط. نفس الشيء ده حصل في بشكل اكبر. هو طبعا في المباراه الاولى احنا نستحقها تماما، رغم انه الاداء كان فيه تباين بين الشوط الاولاني عالي قوي، الشوط الثاني اقل نسبيا. لكن هنيجي في ماتش بايرن ميونخ، يمكن الشكل اللي مستر موسيماني لعب بيه، كلنا قلنا انه هيلعب كده، انه هيرجع لوسط الملعب وهيقفل المساحات، لانه لعيبه عندها سرعه في الانطلاقات العاديه، كومان وجنابري ومولر، وطبعا المهاجم القتيل ليفاندوفسكي، كل دولت حركه كبيره جدا وانطلاقات هايله، وبعدين عندهم كمان سرعه في الاداء. يعني اي مساحه تتفتح عندهم التمرير سريع جدا، حتى الفاولات والكورنرز حاجات ما بيستنوش. يعني مواقف كتيره بيحطوا يلعب على طول، ما سرعه على طول في ادائهم. فكان هيحصل انه لازم تقفل ورا، بس هي المشكله ان احنا تراجعنا زياده شويه قوي، فنص الملعب رجع كمان على المدافعين زياده عن اللزوم، وابتدينا نخش لجوه ال 18. يعني مواقف كتيره في الشوط الاولاني، عشان كده الناس بتقول انه 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 يعني النادي الاهلي في ماتش بايرن يمكن ما ظهرش بالشكل الكبير قوي، رغم ان انا مقتنع لو النادي الاهلي كان لاعب بايرن ميونخ قبل كده او واجهه في اي ماتشات وديه مثلا، كان الاداء هيختلف عن كده. انا بتكلم بس عشان حته نص الملعب، انه ضم قوي على المدافعين، وما كانش فيه ضغط برضه. والحاجه الثانيه، القدره على الانطلاق بقى من الدفاع للهجوم كانت ضعيفه شويه، كان التمرير فيه اخطاء كتيره. فده يمكن اقل ماتش اتلعب في الثلاثه. لكن نيجي بقى في ماتش الاخير، لا، تفوق كبير جدا ليهم، من حمدي، من أكرم، من السلية. ابتدت سيطره على وسط الملعب، ضغط شديد جدا. يمكن اكتر ماتش حصل فيه ضغط على المنافس في وسط الملعب، ده عمرو السليه كان ممكن يجي له لا قدر الله اصابه، كان بيخش في حمدي فتحي مرتين، اكرم توفيق، كانوا بيلعبوا بضغط شديد قوي. ده ما كانش حاصل شويه في نص الملعب. برضه يا كابتن اسامه كان ليها دور مهم. طبعا. لكن امبارح حتى في المسانده للخط الامامي كانت افضل، استحواذ كان هايل. فانا شايف ان مجمل امبارح من وجهه نظري افضل ماتش اتلعب لوسط الملعب للنادي الاهلي في الثلاث ماتشات. تمام كابتن عمرو، ابرز بقى الايجابيات اللي خدها النادي الاهلي من اشتراكه في هذه البطوله الكبيره. روح النادي الاهلي اللي كانت ما شفناهاش غير في 48 دقيقه بتوع الشوط الاولاني ماتش الدحيل بس. يعني الناس كلها كانت مستغربه ان ماتش الباير كان رقم كبير، ليه 42-58؟ مش كتير قوي. انت ضغط عليك 17 دقيقه متواصلين عشان تفقد اللي هم الاولانيين. انت في الوقت اللي انت هيحصل مجريات للعب، شوف بدايه الشوط الثاني 32 دقيقه النادي الاهلي ماسك كوره، 55 النادي الاهلي، 45 بايرن ميونخ، لغايه الدقيقه 30 اللي هو النقل زي ما كابتن اسامه قال. الحته بقى الاخيره هي دي اللي بتخلي الشكل العام ناقص. هنقول ان الفتره دي كان والتر بوليا لسه الكيمياء
الكيمياء بالنسبه لي انا هدف. انت فاكر انت لا انت ايوه لسه اقول اهو فلافيو قعد سنه وي وبعد كده ابتدى فلافيو جاب جون بظهره ماتش المحله ماتش المحله خلاص مفيش تاني الوقت مكاسب دخول طاهر ابتدى يكتسب خبرات حاجات كتير هاني برضو كابتن هاني المكاسب الكبيره محمد هاني طبعاً. عشان لغه الاقاويل اللي بتتقال في الشارع المصري مجرد ان احمد مشي هنجيب احنا كنا مرشحين كذا اسم يتواجد في النادي الاهلي هو الراجل خلاص الراجل عارف هو بيعمل ايه الراجل عارف هو شغال ازاي أيوة. اشتغل على نفسه وصل لاعلى درجه في المكان ده مظبوط ايمن اشرف بقى المكان بالنسبه لك ما فيهوش اي مشكله حته الباك ليفت حته جوه عندنا الموجود بدر الثقه اللي خدها بدر حتى لو كانت في مصر باسلوب بطاقه التعارف بتاعته او تقديم اوراقه كانت واضحه جدا في بطوله العالم للانديه انا بس كان ليا وجهه نظر يا كابتن اسلام في حاجه مهمه جدا الناس كلها كانت مستغربه ان لازم الثلاثه اللي في نص الملعب يبقوا السولية وديانج وحمدي نعم طب ولو انت صح كان في صح ناس كتيره بتسال ولو انت غيرت وفقدت اتنين من دول هيبقى عندك مين الغيار بره ما عندكش حد يعني هو حتى كان مفاجاه بالنسبه لنا كلنا اكرم وادى دوره بشكل 75 دقيقه انا كنت بتكلم كابتن اسامه كل اللعيبه واقفه بتعمل له الاسترتش بتاع الكرام بنفسه صح مش عايزينه يخرج مش عايز يطلع مش وهو مش عايز يخرج واول لما خلاص مش قادر ده رجليه الاثنين خلاص يبقى الراجل كان عنده خطوه متاخره شويه مختلفه عن اذهان الناس ان انا عندي بسم الله ما شاء الله دبابه بشريه تقدر تحل لي اللغز ده الناس امبارح يا كابتن اسامه او الجمهور النادي الاهلي هو قاعد في المدرجات بيتفرج على مباراه البايرن وتجريز اونال المكسيكي لما شافوا لعيبه الاهلي قالوا لهم مبروك وكل حاجه وبعدين قعدوا يهتفوا العشره يا اهلي امبارح ما هي دي يا اسلام فلسفه او بطل. سياسه النادي الاهلي طول من ساعه ما نادي انشئ انت بتلعب مباراه كسبتها وعديت منها او بطوله وخدتها قبل ما تخرج من الملعب الناس بتنادي بالبطوله الجديده أيوه. ده يعني احنا في ساعات ما بس ما لحقناش يعني لما انت مش مريت بالحاجات دي وعمر مر بيها وانا مريت بيها طبعا انت ساعات كان بتبقى مثلا واخد دوري عام مش عارف تحتفل بيه وعندك بعديها بثلاث ايام مثلا نهائي كاس لانه ساعات كان بيبقى نهائي كاس ورا نهايه الدوري كابتن اسامه انت كنت لسه بنتكلم انا وحضرتك ما اتقسمت نصين جزء في تونس وجزء في مصر فرقتين بيلعبوا في وقت واحد في مره صح سنه 5 جزء في تونس بطوله عربيه وبطوله افريقيا هنا في مصر صح صح. فدي سياسة النادي الأهلي جماهيره على طول متعطشة للي بعده للي بعده يعني ما شاء الله الله أكبر الـ 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 الكتاب بتاع النادي الأهلي القلم ما بيخلص يعني ما شاء الله ما بيخلص على طول إنجازات وبيسطر والناس عندها شغف زيادة وطموح زيادة على طول للي بعده فده قدر كل من يعمل في النادي الاهلي سواء مجلس اداره سواء جهاز فني او اداري او طبي او ايا كان اللي موجودين طبعا اللعيبه عليهم عبء اكبر لانه ممكن احيانا ما بيلحقش يفرح وما بيلحقش يروح يسعد مثلا مع اهله عايز يخرج يتفسح يسافر ضغط على طول لانك انت مطالب في النادي الاهلي بتلعب ماتش ودي عايزين يكسبوه بتلعب ماتش رسمي عايزين يكسبوه بتخلص بطوله كسبتها بيبقوا عايزين اللي بعدها فده اللي احنا عشناه طول عمرنا قدرك القدر فهيبقى موجود على طول ان الناس ما بتشبعش في النادي الاهلي ودي حاجه كويسه جدا جماهير النادي الاهلي ما بتشبعش ولا اللعيب اللي بيلعب في النادي الاهلي عارف كده ما بيشبعش من انه يكسب بطوله واللي بعديها ويكسب بطوله واللي بعديها ما بنعدش على ذكريات كتيره طح. يعني احنا بنقلب الصفحه واللي بعديها واللي بعديها فده قدر وان شاء الله يعني اللعيبه تشرفنا ان شاء الله في ماتش المريخ بعد 3 ايام رغم الضغط الكبير جدا البدني والذهني والعصبي اللي خدوه في البطوله ديت في 8 ايام لعبوا 3 ماتشات تقال جدا وانت عندك ماتش يوم الثلاث على طول فيعني ربنا يسهلهم بالتوفيق وده قدرهم يعني كابتن عمرو هاخد من كلام الكابتن اسامه الاجهاد هل من الممكن او كيف يواجه النادي الاهلي شبح الاجهاد لمباراه يوم الثلاث القادم بعد اللي الكابتن اسامه قاله 3 مباريات مستوى عالي جدا في 8 ايام في الفتره ديت اعتقد ان الجهاز اللي متواجد مع مستر موسيماني عنده درايه للحته دي كويس قوي
برضو كنت بتناقش انا وكابتن اسامه، كنا بنلعب يا كابتن اسلام كل يومين اليوم الثالث ماتش، كنا بنلعب كل يومين الثلاث ماتش في بطوله عربيه. أيوه. يعني انت بتتحط في المواقف دي كتير. أيوه. الطبيعي اللي احنا بنسمعه المغطس والتدليك والاستشفاء السريعه والحاجات دي. خلاص التكنولوجيا زادت بقى والتطور بقى، في حاجات كتير قوي تقدر تعوض اللعيب يقدر يرجع للاستشفاء بتاعته والعافيه اللي يقدر يؤدي بيها. ايوه. اهم واحده فيها وهي النفسيه. الميداليه دي لوحدها استشفاء لوحدها طبعا، دي مجرد اما تبقى موجوده كده ظهرت للناس كلها. ظهرت للناس كلها. عارف تحقيق الهدف بيشيل كتير قوي من اعباء نفسيه موجوده جواك. ايوه. انت عندك ضغوط. وانت نازل من المطار كان الاستقبال شكله ازاي؟ صح. وانت موجود لو اليوم الواحد اللي فيه الراحه الاجازه اللي ده مستر موسيماني بتحتفل مع الاجواء اللي حواليك ازاي؟ ايوه. كل دوت بيوصلك لراحه نفسيه ان انا حققت جزء من اللي انا كنت بفكر فيه. أيوه. قبل ما اسافر بطوله العالم للانديه. ده بيساعد على الاستشفاء السريع اكتر. بص انت حضرت مستر مانويل وانت اكتر وكابتن اسامه، العامل النفسي بيهيئ أكتر من 70% للاعب قبل ما يقدم على بطولة. لما بيقول يخلص على حد بيخبط في ثلاث أيام يخلص مفيش مشكلة خالص. طيب كابتن أسامة، مؤازرة جمهور النادي الأهلي في أرض المونديال أعتقد لها دور بارز جدا. مفيش شك. خلي بالك جمهور النادي الأهلي مش بيعتبر رقم 12 زي ما احنا بيقول، يمكن رقم واحد. أيوه. يعني طول عمرنا كنا بننزل في بطولات، يمكن الجيل الحالي بعضهم ظروف من ساعة ما شافوش الكورونا وكده ما شافوش، ومن احداث الثورة من 2011 وبعدين ثم دلوقتي السنتين الاخرين الكورونا وكده، احنا ما فيش ماتش كان للنادي الاهلي بنلعبه لغير ما تلاقي الاستاد متقفل، الاستاد القاهرة او بنلعب في اي حتة حتى خارج ملعبنا، لانه جمهور النادي الاهلي في كل مصر يعني. الاستاد يعني اول حاجه كنا بننزل ندور عليها واحنا رايحين نازلين ارض او غرف الملابس، بنروح جري على الملعب عشان نشوف المنظر بتاع الجماهير، سواء ماتشات في الدوري افريقيا اي بطولات كنا بنلعب فيها. فمتعه انك تلعب قدام الجماهير لانها سند ليك بكل قوه. يعني انت عارف، انت فاكر فيلم بتاع وائس لماه لما الراجل اتقطع له ايده كان، وبعدين الراجل يقدم في بتاع يروح مزاحف بالعلم، الجمهور بالنسبه للنادي الاهلي كده. يعني انا شايف انه الماتش الاخير ده الجمهور اللي موجود في الملعب ادى دافع غير طبيعي غير طبيعي، ان اللعيب بيضغط على نفسه من جواه عشان يعني انا في كم سبرنتات اتقطعت من هاني وايمن اشرف على الاطراف وهم عاملين مثلا واجب دفاعي، انا كنت بقول ايه لا قدر الله ممكن يحصل شد او أي اصابه. ما دي دوافع كلها جايه من الجماهير اللي موجوده في الملعب. انت بتنظم فرقه الدحيل بتنظم البطوله على ملعبها وجماهير النادي الاهلي اكتر. ولو كان لولا ظروف كورونا وتلت المدرجات بس هي اللي مسموح بيها الناس تحضر، كان الملعب كله اتقفل اهلي. دوافع غير طبيعيه لجمهور النادي الاهلي كان في اللعيبه خدتها من جمهور النادي الاهلي اللي كان موجود في المدرجات في قطر، والاستقبال اللي شافوه في المطار. لا بايرن ميونخ شاف كده، ولا الدحيل شاف كده، ولا فرقه المكسيك شافت كده، هو جمهور النادي الاهلي هو اللي كان الاكثر والدافع الكبير. رئيس الاتحاد قال لك ان جماهير انفنتينو رئيس الاتحاد الدولي، قال لك رئيس الاتحاد الدولي قال لك الجماهير اللي كانت موجوده ادت شكل البطوله، حلت البطوله بالشكل اللي يليق بيها. دي حقيقه. وحتى الماتش النهائي لو جمهور الاهلي ما حضرش كنت هتلاقي مثلا 10 تنفار في المدار، لكن جمهور الاهلي كملوا في ماتش اللي هو الاخير بتاع البايرن الاخير. الجمهور عامل مهم جدا ومحرك، زي اللي بيقف على المسرح يا اسلام وحاسس انه بيلعب والدنيا فاضيه بيبقى، لكن لو لقى المسرح قدامه كله بتلاقيه بيتقل. فالجمهور طبعا عامل مهم جدا، وجماهير النادي الاهلي في كل مكان، وطبعا اللي على راسهم اللي كانوا في الدوحه كانوا دافع قوي جدا للعيبه. يعني كابتن اسامه، الناس اللي هناك بيبقى ليهم فرحه مختلفه عن المغتربين برضو اللي قاعدين بره مصر. المغترب هناك ده حساس شويه عايز يشوف اللعيبه، بيعتبر يا كابتن اسلام لغايه اما تبدا بطوله ثانيه الفتره دي كلها عيد بالنسبه له. عارف اما كنا بنبقى في السعوديه ويقول لك ده مجرد انكم بتخسروا احنا بنتذل في اشغالنا في الدوام اللي احنا فيه. الدوام بالنسبه لهم هو الشغل، هم دول كانوا اكتر
بيعبروا فرحتهم طبعا يعني مش مبسوطين. اعتقد الماتش الاولاني حلوها قوي، ولو كان في مراسم شكل افتتاح كان هيبقى هتلاقيهم هم المنورين اكتر من اي حد تاني. مظبوط. الشكل العام بتاع البطوله كلها عشان يبقى شكله حلو قوي كان يبقى باير الاهلي بالترتيب، ما تحطش حاجه تانية، بس هي القرعه اللي حطت الباير مع النادي الاهلي. ما كانش ينفع بقى لان الاهلي هو اللي هيلاعب بايرن يعني. ايوه خلاص، ما هو انت لو بشكل تاني جنب تاني انت عمرك ما كنت هتتخيل ان ده بطل كوريا. احنا طول عمرنا بنشوف الفرق اللي زي دي مواتير طياره شغاله بتجري، احنا شفنا فرق متواضعه في الاداء. ايوه. وفي فرق تانية كان عندها لعيبه محترفه بميزانيه الدوله. ايوه. ميزانيه الدوله بمعنى الكلمه. صح. تسدد ديون. تسدد ديون. تسدد ديون مصر. طيب. كابتن اسامه، يعني الاهلي كل يوم بيدينا دروس، اسم النادي الاهلي وما يحدث الحقيقه ومن اللي احنا شايفينه والفرحه والكلام ده كله، اعتقد ان ده مخليك انت كاسامه عربي فخور ان انت جيت في يوم من الايام هذا النادي وعشت وتنتمي في هذا الجهان العظيم. طبعا اسلام، اي حد لعب في النادي الاهلي ان شاء الله عدى على النادي الاهلي يوم لعب مباراه في النادي الاهلي بتظل في تاريخه والناس كلها بتتذكره. فالحمد لله يعني الواحد لعب 17 موسم متتالي، فدي طبعا ذكريات كتيره. ومع ذلك احنا الحمد لله كل الاجيال اللي مرت في تاريخ النادي في 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 قلوب وذهن جماهير النادي الاهلي. ايوه. ولما النادي الاهلي بياخد بطولات زي دي احنا نفسنا بنكبر. يعني انا يمكن بظروفي بشتغل في القناه، لكن هفترض انه في حد بعيد عن الاعلام مثلا او بعيد عن التدريب او ومنتمي للنادي الاهلي، هتلاقيه في شغله الناس بتبارك له مبسوط. هتلاقيه في مكان الناس بتتذكره يا كابتن، ده طبيعي. فمكسب النادي الاهلي بيكبر كل من ينتمي للنادي الاهلي، سواء هو موجود في المجال او هو مش موجود في المجال. او فطبعا سعداء جدا بيها واحنا بنحسها. يعني اللعيبه هي اللي لعبت وتعبت وكسبت، انت بتمشي في الشارع ناس وانت ماشي بالعربيه مبروك يا كابتن مش عارف ايه، بيقابلوك في حته ممكن في يوم تاني مش الادوار بتتغير. طبعا يعني انت كنت قبل كده انت اللي بتلعب والناس بيتقال لها مبروك، دلوقتي حضرتك ما بتلعبش اللي بيلعب وبيتقال لهم مبروك. فاللي انا اقصده انك انت مهما حتى بعدت، انا قلت لك كمان احنا لسه في المجال، يعني الناس لسه متذكرانا بالشكل لكن في ناس كمان بعدوا عن المجال ومع ذلك مجرد ان هو منتمي للنادي الاهلي كل الناس في كل مكان بتبقى فرحانه بيه وبتكبره. فطبعا شرف طبعا لاي حد لعب في النادي الاهلي حتى لو يوم واحد. يعني كابتن عمرو، على الجانب الاخر بقى من الناحيه النفسيه، يعني مش عايزين نتكلم في فنيات كتير لانه الناس لما شافت لما شفنا كابتن خطيب هناك في كرئيس للبعثه متواجد مع الفريق، الناس كلها كانت مبسوطه، الناس كلها كانت فرحانه بصفته طبعا كرئيس مجلس اداره النادي الاهلي وبصفته الاخرى كاسطوره من اساطير كره القدم. انت شفت الموضوع ده ازاي في ظل ان هو كل اللاعبين طالعين يقولوا ان هو له دور كبير في هذا الامر او في البرونزيه؟ يعني بص يا كابتن اسلام، في كده ناس بتشوفها بتديك شكل وانطباع. كابتن صالح، كابتن حسن، كابتن حسن، كابتن خطيب، اللي انا حضرتهم يعني اللي انا شفتهم، كابتن صالح، كابتن حسن، كابتن خطيب، في حته كده بالذات بقى لما يكون موجود قريب قوي منك، بيحضر معاك وقت في التمرين، بيتواجد معاك. انا يمكن هقول لك على موقف اسلام بره الموضوع خالص. اتفضل. مش هنساه ابدا في حياتي. أيوه. ماتش الاسماعيلي كابتن اسامه 4-3، كنا قبلها مسافرين بيومين، احنا كنا بنلعب في المصري في بورسعيد والاسماعيلي كسبان الاتحاد في اسكندريه 5، هو المباراه النهائيه ساعه مستر ماركوس هتبقى في اسكندريه. كابتن خطيب جه قبل الماتش بيومين، احنا ما كناش عارفين نقعد انا وجمال وابو الدهب، دخل وخبط وقعد معانا وشرح حاجه معينه تخص مفاتيح لعب الاسماعيلي ليا والمشير والجمال. كان جمال ساعتها كابتن اسامه عنده تسمم، وكان الكلام كله مع مستر هارس ان هادي اللي هيلعب. عارف يا كابتن لما يكون هو اللي بيشرح لك انت مش بتسمع اللي بيتقال، انت سرحان فيه، انت سرحان في الشخص اللي بيتكلم، انت النجم الكبير ده انت متيم اسما وشكلا وموضوعا، وهو بقى كمان بقى قريب منك،
الشيء الكيان الكبير ده اللي كان بعيد وانت بتشوفه بقى قريب معاك وبشرح لك حاجه معينه. كابتن خطيب في ليه كاريزما مختلفه عن كل الناس. طبعا طبعا عن كل الناس، حتى كابتن صالح الكابتن حسن او طبعا اسماء كبيره جدا، كل واحد له كاريزماته طبعا. الكابتن محمود ليه كاريزما، عارف انت شفته هو بيلعب وشفته هو بيدير وشفته هو بيعمل صفقات وشفته هو بيجيب مدربين وشفته هو بيتم النقد عليه وعنده ثبات انه ما يردش الناس بترد بالنيابه عنه، ما كانش بيخلي الناس حتى ترد، هو كان منعزل تماما فاصل نفسه عن الحياه، ما بيفكرش غير في النادي، النادي الاهلي وبس. مظبوط. طبعا قيمه كبيره زي كابتن محمود لما تبقى في بطوله زي دي تضاف رقم واحد، جماهير الاهلي رقم اثنين، الحصول للبطوله رقم ثلاثه. تمام. بس انا بقول ان جماهير الاهلي هي رقم واحد في اي حد مع اي حد. أنا طبعا وجهه نظري، يعني انا بشوف ان دايما جماهير الاهلي دي بيبقى ليها شكل مختلف ووضع مختلف، وهي اللي بتعمل الاسماء دي كلها، بتعمل طبعا اسامه عرابي وعمرو الحديدي واسلام وحتى كابتن خطيب نفسه، هو طبعًا دايما يقول لك حط الجمهور قدامك. لا طبعا اكيد يعني يمكن عمرو يمكن بيتكلم على كابتن خطيب انه شافه او كده، انا برضو لعبت طبعا معاه فتره طويله وكده. انت كابتن اسامه بسم الله ما شاء الله انا لعبت مع كابتن خطيب بسم الله ما شاء الله لغايه اخر واحد ماتش تقريبا ابراهيم سعيد وسيد عبد الحفيظ لعبت معاه شويه. عصام غالي هو ده. لا عصام غالي، لا عصام غالي ما انا لعبت ضدك بس يا كابتن اسامه، كان موجود معانا ساعه ما بيتمرن، كان اصغر اول واحد صعد قبل ابراهيم هو وشرف. لا اسلام لعب ضدك ومرنته بعد كده. مرني طبعا، ده شرف ليا. فطبعا الكابتن خطيب طبعا اكيد شرف لفرقه النادي الاهلي، وواحد من اللي اثروا الكره المصريه والاداره طبعا دلوقتي، اكيد له دور كبير زي كل اعضاء مجلس الاداره وكل المنظومات اللي مرت على مدار تاريخ النادي الاهلي من 1907 حتى الان. يعني كله بيسلم بعضه، كله بيعمل انجازات، فالكابتن خطيب طبعا من الاساطير في كره القدم المصريه. ايوه. و يعني ربنا يوفقه دائما يعني ان شاء الله يا رب. اخيرا يا كابتن اسامه ويا كابتن عمرو، الفقره اللي جايه هيكون معايا بدر بنون. لو حضرتك حابب توجه رساله لبدر بنون هتقول له ايه؟ اقول له انت اضافه قويه لفرقه النادي الاهلي. اولا مرحبا بيه في مصر، يعني هو خلاص ما بقاش يعني مصري مغربي او مغربي مصري، يعني خلاص بقى اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، ادى ثبات لخط ظهر النادي الاهلي وللفرقه ككل، يعني بقت في ثقه في الخط الخلفي في النادي الاهلي بهدوءه واتزانه و يعني ثبات الانفعالي الكبير اللي عنده. كل موقف حتى داخل ال 18 في مواقف بتبقى صعبه هو بيعرف يتصرف بهدوء وثقه، ده بيدي انطباع لكل اللي حواليه. لما بيجي يشوط ضربات الجزاء قبل كده في مباراه الكاس، ثم امبارح في اول ضربه جزاء عنده ثقه في نفسه وتحمل مسؤوليه. فبقول له تاني مرحبا بيه في النادي الاهلي، وهو اضافه قويه وان شاء الله نتمنى له الافضل وربنا يعني يوفقه دائما يعني يا رب ان شاء الله. كابتن عمرو بقى انت ده مكانك. كنا بنتكلم يعني انا وهو فوق. بص كابتن اسلام، بدر عنده زي ما كابتن اسامه بيقول عنده ثبات انفعالي في التحضير وصلت للشناوي قبل ما توصل لايمن اشرف ولياسر ابراهيم. حتى لما بيجي يحصل تراجع للكره ما بينه وما بين الشناوي، الشناوي بيدور عليه هو الاول. هادي، ثقه. على فكره الحته دي يا اسلام مهمه جدا، ما حدش اتكلم فيها كتير. دي الحته بتاعت عماد، الحته بتاعت كمونه، يعني ممكن اقول ابو الدهب كان القوه بالظبط اقطر، اما الهدوء وال عماد النحاس هو اقرب. انا بقول عماد الحته بتاعت اللي انا بنقل وبتحرك، والتمركز بتاعه في كل كوره اذا كانت مواجهه او جانبيه فوق الهيله. واما يكون بالقيمه ديت كراجل محترف. أيوه. ويقول لك انا في الكوره في ماتش الهدف بتاع ماتش الباير انا اخطات. ما هنساله بقى النهارده في الموضوع ده هو ليه اخطا رغم ان انا شايفها صعبه عليه، بس صعب عليه حتى لو انا كنت بتكلم مع كابتن اسامه فيها حاجه كابتن اسامه شرحها لي. تمام. احنا في الحته دي اما بنيجي نمسك تملي، اما كنا بنتمرن يقول لك خد القريبه وبتسيب البعيده للحارس. تمام.
التمركز في الوقت ده لعب هو منطقه ما لعبش مان. الترحيل اللي جه او اللي يجي من محمد هاني كان هو اللي يكون اقرب. وحصلت في مباراه بالمرس في الكره العرضيه اللي كابتن اسامه كان بينشط فيها جون 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 فاول والمساك كان داخله كلنا قلنا جون. قلب الدفاع اللي هو 15 جوميز ده طالع انا قلت جون خلاص يا كابتن ده مواجه يا كابتن طالع مواجه مش هياخد اي حاجه تانية. هي دي في ماتش البايرن هاني اتاخر شويه لكن هو بدر قطع القريبه زي ما عمرو بيقول وده منطقي انه يقطع الاولانيه عشان هي ممكن تبقى سياره صعبه قوي كده ثانيه هو بيلعبها وهو اشول يعني ممكن تيجي على القريبه وكان المفروض تخطيها من وراه لكن هو طبعا اضافه قويه للنادي الاهلي يعني تمام. يعني انا بشكركم جدا يا كابتن اسامه على وجودك معانا شكرا جزيلا على وجودك معانا والف الف مبروك. الله يبارك فيك يا اسلام وان شاء الله مزيد من الانجازات وبقول للعيبه ركزوا بقى في ماتش البريد برضو الف مبروك يا كابتن عمرو انا بشكرك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا ويعني ان شاء الله نتقابل في مناسبات ودايما فرحه النادي الاهلي يعني ان شاء الله والمزيد قادم باذن الله وهنتقابل كتير عشان النادي الاهلي هو تملي مصدر فرحه المصريين وجمهور النادي الاهلي بالاخص ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا.